حاولوا تكلموه تاني. ماهر، هنبدأ عندنا ايه النهارده؟ عندنا اخبار، يعني هنتكلم على كل ماتشات بطولة الكونفدرالية ودوري الابطال، وعندنا اخر استعدادات الفرق الافريقية لكأس العالم، والفرق اللي بتشارك في مجموعة مصر القوائم اعلنت، كل منتخبات اعلنت قوائمها قبل كأس العالم، برضو اللي معانا هي كل قوائم اورجواي وروسيا اورجواي والسعودية. والسعودية وروسيا بالظبط. هنبدأ بأول حاجة طبعا الحدث اللي يعني في الحاليا والخبر الحاليا المنتشر، هو تولي ريمون دياز القيادة الفنية لتدريب النادي الأهلي. تمام. ريمون دياز من أحد المدربين يعني لهم اسم في قارة آسيا، درب فرقة الهلال السعودي، يعني يعتبر قاعد مع الهلال السعودي يعني فترة طويلة 492 يوم، 65 مباراة، خلال ال 65 مباراة كسب 42 مباراة، تعادل في 17 مباراة، وعنده 6 هزايم. الفترة ديت اللي قضاها مع الهلال السعودي يعني تعتبر تاني أكبر فترة قضاها مع فريق، وقبل كده كان موجود مع منتخب الباراجواي، قعد معاهم 556 يوم. الفترة دي كانت من موسم 2014 2015 في ديسمبر، وانتهت في يونيو 2015 2016. الكلام اللي يعني اللي موجود حاليا في الشارع كله ان ريمون دياز هو اللي اقرب القياده الفنيه للنادي الاهلي، لكن اللي انا باكده لحضرتك ان كابتن عبد العزيز عبد الشافي من النادي الاهلي بيتواصل مع احد الوكلاء المغاربه بخصوص احد المدربين، يعني معروض عليه اكتر من مدرب، النهارده اتواصل معايا واكد لوكيل اللعيبه ده ان ريمون دياز لحد دلوقتي الصفقه ما انتهتش. ده الكلام اللي انا باكده لحضرتك. الكلام ده انفراد لينا يعني، ده انفراد يعني لينا. يعني لغايه دلوقتي، لان كمان في عندي اللي هو مساعد بتاعه ابنه لغى المتابعه للحساب الرسمي للنادي الاهلي. هو برضو ده يعني دي مش شرط، بس انا اللي باكده لحضرتك ان في اتنين فردين مهمين جدا في النادي الاهلي، كابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير رياضي، وعدلي القايم مهندس عدلي القايم، الاثنين بيتفاوضوا مع اثنين وكلاء من اصول عربيه بخصوص مدربين مغاربه بيتفاوضوا معاهم بخصوص مدربين، ولغايه النهارده قبل الفطار وبعد الفطار كان في محادثات بينهم، وحتى مديره مكتب المهندس عدلي القايم تواصلت شخصيا مع الوكيل دوت بخصوص احد المدربين، مع نقاش المدربين. فهو يعني وكيل اللعيبه قال لهم انتوا خلصتوا مع ريمون دياز، هم يعني كابتن عبد العزيز عبد الشافي اكد له قال له لا انا ما خلصتش مع ريمون دياز. ريمون دياز اذا كل اللي بيكتب في المواقع ده غير حقيقي، وموضوع ريمون دياز لم يحسم بعد. لم يحسم بعد، لكن هو من المرشحين، الاسماء المطروحه، واحنا عارفين مبلغه كبير جدا. انا هتكلم في النقطه دي، بس معايا طبعا